بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم عناوين، وكالعاده مجموعه من المحطات المتنوعه مع صحافتنا المحليه والعربيه والعالميه في مشوار يمتد لساعه من الان. في البدايه ارحب بضيفي في هذه الحلقه الصحفي الرياضي وليد جحزر، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم. اذا مشاهدينا الكرام مشوارنا يبدا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نفتتح جولتنا في الصحافة المحلية من جريدة الزمن، والتي تناولت في ملحقها الرياضي آخر المستجدات بمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وذلك في استكمال قائمة لاعبيها المنضمين من نادي صحم لتخرج الزمن بعنوان يقول: رباعي صحم يلتحقون بتدريبات اليوم ولوغوين يكثف تمارين التصويب على المرمى. حيث واصل المنتخب الأول لكرة القدم تدريباته والتي جرت يوم أمس على أرضية الملعب الفرعي في بوشهر، وركز الجهاز الفني على تكثيف الحصص التدريبية الخاصة بالتصويب نحو مرمى الحبسي والرشيدي بهدف زيادة الجرعات الهجومية، حيث من المتوقع أن يلتحق رباعي صحم حسن مظفر وفهد الجلبوبي ويعقوب عبد الكريم ومحسن جوهر بتدريبات المنتخب عصر هذا اليوم، ليصل عدد لاعبي المنتخب إلى 14 لاعبا بعد 5 أيام من بداية المعسكر الحالي. إذن اللاعبين يواصلون الالتحاق بمعسكر المنتخب الآن لاعبي صحم، ويعني التشكيلة تبدأ بالاكتمال. بالتأكيد يعني استعدادا للمغادرة إلى طشقند، المنتخب بدأ بالتجمع. بداية كانت يعني بثمانية لاعبين في أول يوم للتجمع، والعدد الآن في تزايد من 8 إلى 10 إلى 14 لاعب اليوم، على اعتبار أن أيضا هناك لاعبين موجود في المعسكرات المغلقة لنادي فنجة والنهضة استعدادا لمواجهة الكأس، وقاسم سعيد مع النصر أيضا. نعم، وبالتالي يعني لوجوين يحاول أن بالعدد الموجود أن يعني يسير بهم في خطوات خطته التدريبية، ورأينا أيضا انضمام لاعبين المحترفين علي الحدسي وعماد الحوسني متواجدين يعني من فترة مبكرة، ويعني باتجاه المغادرة وباتجاه إيجاد الأجواء التدريبية المناسبة لخوض المواجهة الاستعدادية. طيب، بعد سنة أولى احتراف لدورينا والذي تميز بتنظيم جيد، يقيم الاتحاد العماني لكرة القدم حفلا خاصا للموسم الرياضي 2013-2014 تكريما للاعبين والإداريين المجيدين في دوري عمان تل المحترفين. للمزيد من التفاصيل نترككم مع صحيفة الوطن. يقيم الاتحاد العماني لكرة القدم غدا الخميس حفل ختام الموسم الرياضي 2013-2014، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سعد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية في تمام الساعة 7:30 مساء بفندق كراون بلازا، بحضور السيد خالد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث سيتم خلال الحفل تكريم اللاعبين والمدربين والإداريين المجيدين في دور عمان تل المحترفين ودور الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم، بالإضافة إلى تكريم وسائل الإعلام المختلفة والتي ساهمت في إنجاح الموسم الرياضي لهذا العام. الموسم خلاص وصل للنهاية، وكالعادة الاتحاد العماني يقيم حفلا لتكريم المجيدين في مختلف الدرجات دوري عمان المحترفين الأولى والثانية وأيضا حتى المراحل السنية، فأتصور أنه الكل الآن يتطلع وينتظر هذا الحفل لمعرفة الفائزين.
بالتأكيد هو تقليد سنوي مهم للغاية بالنسبة لواقع كرة القدم، ونحن بدورنا نهنئ الاتحاد العماني لكرة القدم لوصوله إلى ختام الموسم الكروي بنجاح وتطبيقه لأول دوري محترفين في السلطنة. وبالتأكيد يعني مثل هذه الاحتفالات في ختام الموسم تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بتكريم الشخصيات والجهات التي ساعدت في إظهار الدوري على أكمل وجه، وأيضا يعطي حافز لكافة اللاعبين والإداريين وأيضا المساهمين في إنجاح الحدث الكروي على أن يستعدوا أيضا لموسم مقبل مليء بالنجاح. وجميل مثل ما ذكرت وليد أنه حافز للاعبين الإداريين حتى الأجهزة الفنية أنه يجتهدوا يعملوا يطوروا من قدراتهم وإمكانياتهم، لأنه الوقفة هذه منتظرة من الجميع في نهاية الموسم خاصة بالنسبة للمكرمين. بالتأكيد يعني وقفة مهمة للغاية على الصعيد المعنوي، وأيضا يعني هي لا تترك المسألة مفتوحة، لأنك عندما لا تقيم مثل هذه الوقفة في نهاية الموسم فكأنك لا تبالي بكل ما حدث أو كأنك غير متابع لتفاصيل الأمور، وبالتالي من المهم مثل هذه الوقفات التي تجمع جو الأسرة الكروية في لقاء يعني في لقاء ودي احتفالي يساعد على خلق روح معنوية للقادم. كلام سليم. بعد تغلب نادي النصر بهدف وحيد على المضيبي في مباراة الذهاب لملحق دوري المحترفين، يدخل الفريقين في استعدادات خاصة من أجل مباراة الإياب المنتظرة من الجماهير. عمان تابعت فكتبت تقول: النصر يحسم لقاء الذهاب والمضيبي ينتظر إياب الملحق، حيث تمكن النصر من حسم ملحق الذهاب بعد أن سجل هدفا وحيدا أمضى عليه قاسم سعيد في الشوط الثاني، ليرفع النصر حظوظه في مباراة الإياب والتي ستقام على ملعبه وأمام جماهيره التي ستكون مساندة له وبقوة، فيما يسعى نادي المضيبي للفوز في المباراة وتأكيد أحقيته في التأهل لدور المحترفين للموسم المقبل. نظل معكم مشاهدين الكرام في مباراة الملحق لدوري المحترفين والتي ستكون مفصلية للفريقين، ليخرج أنور الحبسي مدرب المضيبي بتفاؤل كبير بالفوز في تصريح لجريدة الزمن. يقول أنور الحبسي: المضيبي قادر على العودة في الإياب، حيث أكد أنور الحبسي مدرب المضيبي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النصر في ذهاب الملحق والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون مقابل، وقال أن فريقه قادر على العودة في مباراة الإياب والتي ستقام في صلالة نهاية هذا الأسبوع. إذن إياب الملحق لا شك أنها مباراة منتظرة، مثل ما ذكرنا أنه النصر كسب الشوط الأول لكن لا زال الشوط الثاني، وأنور الحبسي يخرج متفائلا بقدرة فريقه على الانتصار في الرد. طبعا يعني حتى تظل المباراة الثانية هي أيضا مباراة حسم في كل الأحوال، لأنها يعني يترتب عليها في النهاية معرفة الفريق الذي سيبقى في دوري الأضواء أو الفريق الذي سيصعد. النصر حقق المهم من المرحلة الأولى أو من دور الذهاب بالفوز نتيجة 1-0 كافية أيضا، لأنه 3 نقاط في رصيده، وأيضا سيعود ليلعب في أرضه بشكل أكثر أريحية، وجماهيره تسانده، والنصر فريق يعني عريق ولديه يعني قاعدة جماهيرية كبيرة وصاحب يعني تاريخ كبير. فأتصور أن أيضا تصريحات المدرب المضيبي مدرب المضيبي من باب أيضا إعطاء ثقة للاعبيه وعدم يعني هدم الروح المعنوية لديهم بعد خسارة المرحلة الأولى، فهو من الطبيعي أن يعني يصرح بهذا. أيضا كان له تصريح قبل بداية قبل مباراة الذهاب بأن لاعبي سوف يعني يكونون لديهم وقفة في مباراة الذهاب وأنهم يخطفون الأنظار وليس لديهم ما يخسروا. خسر الذهاب ولكن أمامه الإياب، المسألة مفتوحة، لكن أنا أتصور أن النصر حقق المهم من خلال هذه حتى الآن، لكن تبقى كرة القدم ويعني مفاجآتها وخبايا. وفي المنافسات النهائية لدوري عام السلطنة للهوكي والذي يدخل اليوم أدواره النهائية من البطولة، عمان تابعت فكتبت تقول: اليوم السلام والنصر والإزداب ومسقط في انطلاق الدور النهائي للهوكي، حيث تنطلق اليوم منافسات الأدوار النهائية لدوري عام السلطنة للهوكي لعام 2014 بمشاركة فرق أندية أهل إزداب والنصر والسيب ومسقط وظفار والسلام، وتأهلت 4 فرق منها مباشرة من الدور التمهيدي، بينما تأهل أهل إزداب والسلام من خلال منافسات الدور الرباعية مع صلالة والاتحاد.
لأن دوري الهوكي يصل لدور نهائي ومنافسة كبيرة منتظرة. بالتأكيد يعني لعبة الهوكي يعني لعبة لها ثقلها في الساحة الرياضية العمانية ولها متابعيها. هذا العام يعني أقام اتحاد الهوكي المسابقة بنظام المجموعات، وشاهدنا أيضا حضور لنادي السلام الذي كان في وقت سابق يعني توقف عن المشاركة في عدد من المسابقات. هذا حضور مبادرة جيدة لتواجد نادي السلام في منافسات الهوكي. وكالعادة يعني النصر وأهلي سداب دائما هم في مقدمة النتائج الإيجابية. نتمنى أن يدخل فريق آخر في أجواء المنافسة حتى يشعل دوري الهوكي. طيب، وفي خطى ترشح لمنصب أمين سر اتحاد كرة اليد والذي يتنافس على كرسي مرشحين لكسب المنصب، وذلك بعد تغيب أمين السر السابق فايز المصلحي عن عدة اجتماعات عمان تابعت فخرجت بعنوان يقول أربع مرشحين يتنافسون على منصب أمين سر اليد، حيث يتنافس كل من موسى البلوشي من نادي المصنعة، والمر الهاشمي من نادي البشائر، ويونس آل عزان من نادي عمان، وعوض الغافري من نادي السويق لمنصب أمين السر في اتحاد اليد، بعدما قرر الاتحاد فتح باب الترشح لمنصب أمين السر على أن يتم انتخاب أمين السر في الجمعية العمومية القادمة للاتحاد والتي ستقام في 26 يونيو القادم. بتنظيم من وزارة الشؤون الرياضية وتحت إشراف اللجنة المنظمة لمعسكرات شباب الأندية، تعلن اللجنة عن تفاصيل البرنامج الصيفي في مؤتمرها الصحفي ليوم أمس. الوطن غطت الحدث فعنوان تقول الكشف عن تفاصيل ومواعيد وأماكن إقامة معسكرات شباب الأندية لعام 2014، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على معسكرات شباب الأندية يوم أمس عن تفاصيل ومواعيد وأماكن إقامة المعسكرات لعام 2014 والتي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية بمختلف محافظات السلطنة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بحضور هلال بن عبدالله المعمري نائب رئيس اللجنة الرئيسية لشباب الأندية، وهلال السيابي عضو اللجنة الرئيسية، وأعضاء اللجنة وممثلي الأندية. إذن يأتي الصيف وتأتي معسكرات الأندية، بالأمس تم توضيح أماكن ومواعيد إقامة هذه المعسكرات، ولا شك أن الشباب وكل من يتواجد في هذه المعسكرات ينتظر انطلاقتها. يعني هو معسكرات شباب الأندية برنامج في إطار عدد من البرامج الذي تقوم به وزارة الشؤون الرياضية لاستثمار فترة الصيف ولتحرير طاقات الشباب والطلبة والطلبة المشاركين في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. شاهدنا قبل يومين أيضا تفاصيل عن برنامج صيف الرياضة ومحاولات التجديد فيه، ومعسكرات شباب الأندية الآن يقام للعام الثاني على التوالي، وهو يعني فكرة أيضا حديثة فيما يتعلق بالاهتمام بالفترة الصيفية. حقق النجاح المطلوب خلال الموسم السابق، وهذا الموسم يعني هو متنوع ويعني فيها مشاركة شبابية واسعة وأقرب إلى أجواء عمل الكشافة يعني كما كنا نسميه في السابق، والمرشدين والمرشدات، وبالتالي يخلق أجواء من العمل الرياضي داخل هذه المعسكرات، ونتمنى له النجاح أيضا. مثل ما ذكرت وليد، يعني هي فرصة مثالية لاستغلال هذا الوقت بشكل جيد. نعرف أن الصيف يعني فترة طويلة بالنسبة للطلبة، نتكلم عن الإجازة، وبالتالي هذا النوع من المعسكرات لا شك أنه سوف يساهم في اكساب الطلبة والمشاركين مهارات جديدة، معارف جديدة، خبرات جديدة، وهذا أمر مهم بطبيعة الحال. بالتأكيد، وأيضا لاحظ أنك لديك أكثر من برنامج، لأنه عادة عندما يكون هناك برنامج واحد قد لا يسمع البعض بهذا البرنامج أو لا يشارك فيه أو ربما لا يتناسب مع ميولاته الفكرية. معسكرات شباب الأندية مفتوح، يعني صيف الرياضة هي للرياضة فقط، أما معسكرات شباب الأندية ففيه تنوع فيما يتعلق بالأعمال الإبداعية والشبابية، وأيضا طرح الأفكار والمعارض والإبداعات الذهنية. فهذا التنوع يعني أيضا يخلق مجال في يعني يخرج من الإطار المحصور مثلا لبرنامج معين، تجد هناك برنامج آخر يحاول أن يكمل البرنامج السابق. فهذا شيء مهم للغاية، وأعتقد كل البرامج تصب في خدمة فعالية صيف الرياضة التي يعني الصيف الذي هو فترة مهمة زمنية، فترتها الزمنية طويلة. وشاهدنا البرامج أيضا تقسم على ثلاثة مراحل فيما يتعلق بصيف الرياضة، مثلا شاهدنا أنها تقسم على ثلاثة مراحل، إذن هناك شعور بطولة الفترة الزمنية، وبالتالي لا يكون البرنامج لفترة محددة ثم يكون بقية الوقت مهدر. فهناك حرص أيضا على سد الثغرة والفجوات الموجودة في فترة الصيف من خلال تنظيم أكثر من فترة زمنية للبرنامج خلال الصيف.
إذن هي وقفات مميزة تشكر عليها وزارة الشؤون الرياضية. وفي سباقات السرعة والتحدي والتي يعود إليها بطلنا أحمد الحارثي بعد خروج فريقه من بطولة إيطاليا بسبب حدوث عطل مفاجئ بالسيارة، ليعود الحارثي لخوض بطولة بلانك بان الأوروبية. عمان تابعت فكتب تقول: الحارثي يبحث عن أولى النقاط في بطولة بلانك بان الأوروبية، حيث سيعود فريق عمان لسباقات السيارات إلى حلبة المنافسة من جديد بداية الأسبوع المقبل، عندما سيدخل مع الفرق الأخرى في سباق الجولة الثانية لبطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل، والتي تقام هذه المرة على حلبة سيلفرستون بريطانية الشهيرة يومي 24 و25 من الشهر الجاري. إذن أحمد الحارثي الآن من جديد أمام تحدي كبير بعد أن لم يوفق في التحدي السابق والعطل الفني، فننتظر منه الشيء الكثير إن شاء الله. نعم، يعني أحمد يعني نموذج للشاب الرياضي العماني في السباقات الميكانيكية، وهو يعني يقدم باستمرار من موسم لآخر، ودائما يدخل في تحدي جديد، والآن يدخل في سباقة التحمل على ما يتطلبها مثل هذه السباقات من وقت طويل ونفس، وأيضا يعني حتى المدة الزمنية في سباقة التحمل يعني تشغل معظم اليوم، ومع ذلك يدخل في خيارة هذا السباق ويتقبل دائما حتى مثل يعني ما يحدث ما ينتاب مثل هذه السباقات الطويلة من أعطال فنية، وما يحدث أحيانا من خروج على عن مراكز السباق. الجولات الطويلة خلال الموسم، وبوسع أحمد التعويض خلال الجولات القادمة، وهو لديه الروح والعزيمة الكبيرة هو وفريقه لأن يصل لمنصات التتويج. هذا ما نتمناه بطبيعة الحال. ما زالت معاناة الكثير من المنتخبات في مسألة تفريغ اللاعبين من جهات عملهم تسبب المشكلة أو المعضلة الأكبر للجهاز الفني والإداري في تجميع اللاعبين لخوض الاستعدادات اللازمة قبل الدخول في البطولات الممثلة خارجيا للسلطنة. للمزيد من التفاصيل نقرأها في صحيفة عمان. ما زالت مسألة تفريغ لاعبي المنتخبات من جهات عملهم تؤرق الأجهزة الفنية للمنتخبات بمختلف أنواعها، مما يؤخر من عملية إعداد المنتخب ويعيد النظر في الخطة المرسومة للتحضير لأي بطولة سيشارك فيها المنتخب ذاته. وهذه المرة جاء الدور على منتخب اليد الشاطئية، عندما وجد نفسه منقوصا من 10 لاعبين لم تسمح لهم جهات عملهم من تفريغهم لكي يتسنى لهم الدخول في معسكر داخلي، ويتبعه معسكر خارجي في سولفينيا، وذلك في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم الشاطئية لليد، والتي تستضيفها مدينة رسيف البرازيلية خلال الفترة من 22 وحتى 27 من يوليو القادم. وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى بجوار مستضيف البطولة المنتخب البرازيلي ومنتخبات الدنمارك واستراليا والأورغواي وصربيا. إنما يثير القلق لدى الجهاز الفني لمنتخب شواطئ اليد بأن 10 لاعبين لم توافق جهات عملهم لتفريغهم حتى يتمكن المنتخب من دخول معسكر داخلي قبل السفر إلى سلوفينيا للدخول في معسكر خارجي، حيث أوضح مدرب المنتخب حمود الحسيني بأن المنتخب يعاني من عدم سماح جهات العمل للاعبي المنتخب من أجل تفريغهم حتى يتمكن المنتخب من دخول معسكر داخلي تمهيدا للذهاب للمعسكر الخارجي، مما نجد الأمر اضطراريا لتأخير موعد سفر المنتخب للمعسكر الخارجي. إذن مشكلة تفريغ اللاعبين تعود من جديد، الآن منتخبنا لكرة اليد الشاطئية على أعتاب مشاركة في المونديال، يعني 2 شهر تقريبا تبقى عن هذه المشاركة، وإلى الآن على كرة اللاعبين لا يستطيع تفريغهم. المنتخب لا شك أنه يحتاج لفترة من الإعداد والتحضير لهذه البطولة الكبيرة، فتستمر المشكلة. بالتأكيد هي مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتفريغ اللاعبين،
دائما يعني ما نتناول في الصحافة اليومية والمحلية هذه المشكلة ونستعرضها من أكثر من زاوية. يعني تصبح المشكلة أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر أيضا بالمنتخبات الكبيرة، يعني أنت لا تشارك حتى في مسابقات فردية الآن. يعني تجد أن المعاناة تتعلق بمنتخبات على مستوى الفرق الأولى، يعني في كرة اليد، في كرة الطائرة، في القدم، فهنا تصبح المشكلة كبيرة وتحتاج إلى تدخل من قبل الجهات المعنية لإيصال رسالة للجهات التي يعمل فيها اللاعبون والرياضيون بأن هؤلاء دورهم دور مهم للغاية، خاصة مقبلين على مشاركة يعني المونديال وهذا كأس العالم. فيعني كان منذ مدة أتذكر يعني قبل شهر هناك حديث مع لاعبي القوى البدنية الذين حققوا ميداليات في بطولة يعني في البطولة الآسيوية بالفلبين، حققوا العديد من الميداليات. وحدثني مدرب القوى البدنية أن اللاعبين اضطروا إلى أخذ إجازات سنوية، يعني المشاركة في بطولة قارية تمثل اسم السلطنة مقتطفة من إجازاتهم السنوية لعدم تفهم أصحاب هذه الجهات طبيعة هذه المشاركة وأيضا عدم التعاون معهم، وبالتالي حبا في اللعبة وحبا في عدم فوات فرصة المشاركة اضطر هؤلاء أن يأخذوا إجازة من إجازتهم السنوية. وهذا خطأ كبير، يعني لا ينبغي باللاعب أن يذهب لأخذ استقطاع من إجازته السنوية لأنه يمثل البلد في النهاية. فيجب على الجهات المعنية أن تجد حل لهذه المعضلة الكبيرة وأن يعني توصل رسالة، وحتى بعقد مثلا يعني لقاءات وتشاورية أو حلقات عمل أو ندوات أو حتى حملة إعلامية لإيصال رسالة الدور الذي يقوم به الرياضيون ويجب الدور الوطني الكبير، لأن اللاعب عندما يحقق إنجاز للبلد خارجيا فهو يرفع اسم ومكانة بلده بين بلدان العالم، وبالتالي هو يقوم بمهمة وطنية من المستوى الأول، فهو أحق بأن يتم مراعاة ظروفه وأحق بأن يمنح الفرصة الكافية وأن يمنح التفريغ الملائم حتى يستطيع أن يتجهز لمثل هذا الحضور وأن يحقق إنجاز للبلد. بكل تأكيد ونتمنى أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة. إذن مشاهدينا الكرام هكذا نطوي صفحة صحافتنا المحلية، فاصل قصير ونبدأ المشوار مع الصحافة العربية. أهلا وسهلا بكم. خلال الأولى لبرنامج مسابقة الكأس الغالية، هذه المسابقة تأتي قبل انطلاقة النهائي للكأس الأغلى هنا في السلطنة. سؤال مباشر أم سؤال اختياري؟ إذن الإجابة هي النادي الأهلي، ومبروك لك يا إبراهيم جائزة. الله يبارك. أما لعاب خبرة وقدري خلفونك المباراة في لحظة. نشوف الخيارات إن شاء الله ماجد مع بعض ما بين الأبواب اللي معانا، يعني هذه هي النقطة اللي راح تحسمكم اللقب إن شاء الله. للمشاركة في برنامج مسابقات الكأس الغالية يرجى إرسال كلمة كاس باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل النصية القصيرة على الأرقام التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. نفتتح جولتنا في الصحافة العربية كعادتنا من السعودية وبالتحديد من أروقة الزعيم السعودي الهلال، فلا زالت هنالك حالة من الضبابية فيما يتعلق بمستقبل سامي الجابر مع الهلال الرياض، ومن مصادرها الخاصة خرجت تؤكد بقاء الجابر. فعنوان تقول: مصادر دنيا الرياضة تؤكد بقاء الجابر، حيث واجهت إدارة الهلال غضبا جماهيريا كبيرا ورفضا قاطعا لمبدأ مجرد التفكير بالاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق سامي الجابر، وذلك بعد الأنباء التي تسربت من الاجتماع الشرفي الذي عقد في منزل عضو شرف الهلال الأمير نواف بن سعد، وتم خلاله اتفاق أغلب أعضاء الشرف على مغادرة المدرب الحالي سامي الجابر وإيجاد مدرب بديل له
فيما واجه رئيس الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد النصيب الأكبر من مساحة الضغوط الجماهيرية قوية للإبقاء على الجابر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لرغبتهم في الاستقرار الفني، خصوصا أن دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا ستكون مع بداية الموسم الرياضي مباشرة. وأوضحت إدارة الهلال أنها لا تزال تدرس هذا الملف بعناية دقيقة لاتخاذ القرار المناسب الذي يراعي المصلحة العامة. إذن لا زال يعني موضوع استمرار الجابر من عدمه حديث الوسط الرياضي السعودي. الكلام كان أنه القرار راح يكون مباشرة بعد الاجتماع الشرفي الأخير، لكن إلى الآن المسألة لم تحسم. يعني يبدو أن القرار لا يزال مفتوح يعني على كل احتمال، على كل الاحتمالات، ولم تحسم مسألة الاستغناء كما هو واضح. يعني إدارة الهلال تتدارس الجانب الإقالة وتبحث عن البدائل في وسط مطالبات بمنح المدرب الفرصة، يعني فرصة كاملة للموسم المقبل وتجديد الثقة فيه. يعني كان رمز بالنسبة للجماهير الهلالية، يبقى رمز. وأيضا نتصور أن سامي كان بحاجة إلى لقب، كان بحاجة إلى لقب يرضي جماهيره به حتى يستطيع أن يحقق وسط هذا التأييد والتشجيع وأيضا الحرص على بقائه. كان بإمكانه أن يقنع أيضا الإدارة بالإبقاء عليه بتحقيق لقب خلال هذا الموسم. طيب. وفي قلعة الراقية نادي الأهلي نشب حريق لم يتسبب بأضرار كبيرة في مبنى القلعة الخضراء. المدينة عاينت الأضرار في عنوان كتبت فيه: حريق في النادي الأهلي يلتهم غرفة الجاكوزي، حيث نشب حريق في مقر النادي الأهلي عصر أمس، وقد نجح رجال الدفاع المدني في السيطرة عليه بعد أن تم استدعائهم وحضروا على الفور وبشكل سريع. ووفقا للمعلومات الأولية فإن السبب نشوب الحريق نتيجة التماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في غرفة الجاكوزي والبخار، نتج عنها حريق بسيط ولكن صاحب الدخان كثيف أو صاحبه دخان كثيف غطى الممر المؤدي إلى المسبح وخلف أضرارا مادية. ولا زال الحريق في إطار التقديرات من الجهات المختصة، وقد أصاب الحريق المتواجدين في النادي بالذعر وحاولوا المساهمة في إطفائه، إلا أن سرعة حضور رجال الدفاع المدني أنهت الأمر برمته وعاد الهدوء إلى النادي، واستمرت الأوضاع هادئة مستقرة مساء أمس. إذن يعني الأهلي بعد الموسم المخيب للآمال والعتب الكبير لكامل الجماهير، الآن بعد يعني حريق في النادي تثير الذعر. يعني تصور أن هذه مسائل يعني خاضعة لمسائل الأمان، يعني مسائل الأمان التي يجب اتخاذها داخل الأندية حتى لا تتضرر الممتلكات العامة. كلام سريع. بعد إسدال الستار على الموسم الكروي السعودي، يتواصل الهجوم على لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم. محرر صحيفة عكاظ وضمن عموده اليومي أضاف صوته لأصوات أخرى توجه أسهم النقد للجان الاتحاد السعودي المنتخب. تفاصيل ما جاد به محرر عكاظ نقرأه في عجالة، نتابع. بعد لغط موسم كامل شهد الكثير من المشاحنات والملاسنات والاتهامات المبطنة والعلنية والتشكيك في القرارات وحتى الذمام بسبب الأداء المتقلب والمتردد والمرتجف أحيانا للكثير من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخب، يصبح لزما الآن على الاتحاد بقيادة أحمد عيد أن يكون أكثر استجابة لما يجري حوله ولا يواصل أسلوب التطنيش ودفن الرأس في الرمل كما فعل طوال موسم سابق لم يحالف فيه التوفيق كثيرا على صعيد إرضاء الطموحات وإن كانت غاية لا تدرك. ولكن كما هو واضح فإن عدم الرضا شمل جميع الأندية والتي خرجت بانطباع جماعي يدين لجان الاتحاد ويحملها وزر عدم قدرتها على الكيل بمكيال واحد أو تقديم رؤية موحدة مقنعة حول الكثير من القضايا. وعاد لجنة المسؤولية الاجتماعية التي قادها الخبير الدكتور عبد الرزاق أبو داود، فالواضح أن بقية اللجان بقيت بعيدة عن مستوى العشم والطموح بل زادت من حالة الاحتقان في المشهد الرياضي المحلي، وهو ما يتطلب تدخلا جراحيا يعالج كل تلك السلبيات من خلال إعادة كاملة لتشكيل تلك اللجان لتحمل أسماء قوية قادرة على المبادرة والمواجهة وتوفير الحلول والعدالة.
وفي الإمارات تواصل فرقة الفرسان رحلة التكريم. هذه المرة التكريم جاء على مستوى رفيع من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الخليج تواجدت في استقبال الشيخ للفرسان فعنونة تقول: محمد بن راشد يحتفي ببطل الثلاثية. حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأعضاء الجهازين الإداري والفني، وهنأهم سموه على الإنجازات الكروية الثلاثة التي حققها الفرسان الحمر خلال الموسم الرياضي الحالي. إذن الأهلي يعني وإن خسر نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين، لكن يبقى هذا الموسم استثنائي بالنسبة له، ثلاث بطولات محلية كاملة بالتأكيد. يعني عندما يحقق نادي ألقاب عدة ألقاب هذا يدل على أنه يعيش أفضل حالاته على كافة الأصعدة، سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإدارية. فمسألة تحقيق أكثر من لقب خاصة في دورياتنا العربية والخليجية يعني هي فيها من الصعوبة بمكان، يعني تحتاج إلى جهد وعمل دؤوب، وتحتاج إلى اهتمام على أعلى المستويات، وأيضا إلى تكامل بين الجوانب الفنية والجوانب الإدارية. من أيضا التكريم يعني الذي يلاقيه النادي الأهلي باستقباله يعني من شخصية على مستوى يعني عالي في البلد، يؤكد أيضا الاهتمام بالأندية الرياضية ويعطيها دافع معنوي كبير لمواصلة التألق. هل كان لكوزمان المدرب الفني دور كبير فيما حققه الأهلي في هذا الموسم؟ بالتأكيد المدرب يعني له اليد الطولة دائما في أي إنجاز يتم، خاصة الأهلي يعني بس لربط الموضوع، الأهلي الموسم الماضي كان عنده مجموعة من اللاعبين المميزين لكن ما سجل حضوره بشكل مميز كما فعل في هذا الموسم. نعم، هذا الإنجاز يحسب للمدرب بالتأكيد، ورغم يعني ما أثاره المدرب دائما يعني في الصحافة، شاهدنا جدل وأيضا قضايا للمحاكم وفي الإمارات أثارها المدرب خلال الموسم، لكنه لم يلتفت إلى مثل هذه الأجواء، ولم تؤثر على حضوره الذهني الكامل مع الفريق، ولم يعني تؤثر على مستوى ما يقدمه للنادي، لم تشتت ذهنه أبدا، كان يعني حريص مركزا أكثر، واستطاع أن يدفع بالفريق نحو منصات التتويج في أكثر من لعبة، يعني في أكثر من مسابقة. كلام سريع. بعد إعلان صافرة النهاية لنهاية البطولة الخليجية والتي أحزنت جماهير صحم وأفرحت جماهير النصر، حالة من الأفراح الاستيرية اجتاحت المدرج الأزرق، ما دفع مدرب العميد أن يبرر أسباب هذه الفرحة. البيان: التقت إيفانوفيتش مدرب النصر وخرجت بمجموعة من المعطيات المهمة من حوارها معه، نتعرف عليها من خلال مقتطفات من الحوار. أكد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر أن لقب الخليج بإمكانه تغيير مستقبل الفريق، وأن قيمته المعنوية لا تقدر بثمن، وأشار إلى أن صعود العميد على منصة التتويج خفف من أحزانه على صربيا لما تتعرض له حاليا من كوارث طبيعية بسبب الفيضانات التي أودت بحياة المئات من الأشخاص. وقال: أنا سعيد اللاعبين والخبرة التي حصلوا عليها من هذا اللقب، لكن السعادة الأكبر لي هي لجماهير النصر الذين أحرزنا لهم الكأس بعد كل هذه المجهودات وكل هذه السنوات، والآن يستطيعون الاحتفال بأول لقب بعد عدة سنوات، وكان الحصول على هذه الخبرة بالنسبة لنا جيدا التي ستشكل دافعا للمستقبل. وأضاف: أتفهم الفرحة الهستيرية للجماهير لأنهم لم يحصلوا على شيء منذ عدة سنوات، وكان تواجدهم في المدرجات للمقاتلة معنا، وبالفعل كنا نحتاج لهذه الأجواء لدفع اللاعبين في المباراة، ومن الآن وصاعدا بعد الفوز باللقب نستطيع بدء العام الجديد بروح جديدة بعدد أكبر من الجماهير في الملعب. وأكد يوفانوفيتش أن ابتعاد النصر لعدة سنوات يزيد من الضغوط وترتفع درجتها كلما زاد الابتعاد عن الألقاب، وقال في هذا السياق: عندما تفشل في تحقيق بطولة لعدة سنوات ترتفع الضغوط، وبسبب هذه الضغوط نغير المدربين وكل شيء يحتاج للتغيير، والصبر يصبح أقل. وهذا العام رغم أنه كان عاما صعبا لكن بقينا متحدين وأنهينا الموسم متحدين وحققنا في النهاية نجاحا تاريخيا.
إذن النصر بعد غياب طويل عن البطولات الكبيرة استمر لقرابة 25 سنة يعود للفوز ببطولة الأندية الخليجية مع المدرب يوفانوفيتش اللي لا شك أنه الآن الجماهير النصراوية سوف يعني تظل تحتفي به كثيرا. بالتأكيد يعني البعض يعني ينظر أن بطولة الأندية الخليجية لم تعد بوهج السابق فيما يتعلق بدائما يعني الممثلين في مشاركة بطولة الأندية الخليجية هم أبطال الدوري أو الكأس كما كان في السابق، وأن لكن أنا أتصور أنها لا تزال البطولة على قدر عالي من الأهمية، وتحدث تنوع في مسألة مشاركة الأندية الخليجية، وتعطي المجال أيضا للأندية التي تأتي في موقع الوصيف سواء في الكأس أو الدوري، وبالتالي هي بطولة مهمة على لا تزال لها حضورها ووقعها، والنادي الذي يحقق لقبها من حقه الاحتفاء بهذا اللقب وأن يعيش غمرة ونشوة الفرح بهذا الإنجاز. تكلم وليد عن نادي كبير صاحب تاريخ كبير يغيب عن البطولات لسنوات طويلة جدا، عودته ببطولة بعد غياب هل ممكن أن تحفز الفريق أكثر للفوز ببطولات في الفترة القادمة بشكل عام؟ يعني بالتأكيد يعني الفريق يعني تمثل حالة من الدفعة ومن الشحن للفريق الذي يحاول أن يستعيد ذاكرته من خلال إنجاز يعني بالعودة. فدائما يعني هناك فرق تغيب لسنوات طويلة، وعندما تستعيد فرحة لقب أو تحقق كأس في أي بطولة كانت، سواء حتى إن كان الإنجاز في بطولة محلية، نلاحظ أن الفريق فيما بعد يتغير من يعني يتغير كليا، ربما حتى أن هذا الإنجاز يعيد المساندين له، يعيد أيضا هي الإداريون السابقون، يعيد إليه الداعمون الذين ربما يعني دفعتهم هموم الحياة ومشاغلها للابتعاد عن النادي للحظات. فبمجرد أن يحقق لقب أو أن يعود إلى منصة التتويج تعود الذاكرة. ولك مثلا في نادي فنجة الأسوة الواضحة يعني في الدوري المحلي، يعني فنجة سنوات طويلة غاب عن الدوري، ومجرد عودته يعني نرى الآن فنجة يعني في الكأس في الدوري في النهائيات، يعني لم يعد عاد كما كان. نعم لم يعد فنجة هو الفريق الذي يعني عاد إلى الدوري النخبة ثم يريد أن يعود أدراجه إلى الدوريات الأقل. دائما الفريق الذي يعود لمنصة التتويج هو نادي عريق تشحن ذاكرته ويعود إليه داعمه. كلام جميل. رحل موسم كروي آخر في الكويت ولم يحمل معه تباشير الفرح لجماهير العربي، وكالعادة العربي بدون لقب وحدهم القادسية والكويت من يحتكرون الألقاب. ما دفع رئيس النادي للخروج عن صمته لتخرج الوطن بعنوان على لسانه قالت فيه الكاظمي البطولات ستعود للأخضر، حيث قال رئيس النادي العربي جمال الكاظمي أن الفريق الكروي الأول يتطلع لتعويض ما فاته في الموسم المقبل، معتبرا إخفاق الأخضر في الموسم الكروي الفائت لم يرضي أي عرباوي، ولن يستمر بمساندة جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية للنادي. القبس ترصد حجم الإنفاق على المنتخبات الكروية وتكاليف مشاركاتها في مختلف البطولات، الأرقام جاءت عبر تقرير موسع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة. القبس جاءت في عنوانها تقول 700 مليونان و 722 ألف دينار تكاليف مشاركات المنتخبات الكروية المقبلة، حيث قدم اتحاد الكرة لجمعيته العمومية الأخيرة تقريرا يتضمن الميزانية التقديرية للمشاركات الداخلية والخارجية للسنة المالية 2014-2015 والخاصة بالمنتخبات الوطنية والحكام والمراقبين والإداريين، اجتماعات دولية وآسيوية وعربية وخليجية وغرب آسيا، إضافة إلى ميزانية منفصلة مختصة بمشاركات الأندية. وتضمنت الميزانية أرقاما كبيرة خاصة المتعلقة بمشاركات المنتخبات الوطنية، وبلغ مجموع الميزانية المقترحة لمشاركات المنتخبات مجتمعة 2,722,000 دينار. وفي قطر العنابي يبدأ إعداده لبطولة كأس الخليج وكأس أمم آسيا، البداية تنطلق من العاصمة الإيطالية روما. الشرق تابعت رحلة العنابي في عنوان قالت فيه العنابي يغادر إلى روما ظهر الخميس، حيث تغادر الدوحة يوم بعد غد الخميس بعثة المنتخب القطري لكرة القدم متوجهة إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للانتظام في معسكر تدريبي يستمر حتى 31 من الشهر الجاري.
ويأتي المعسكر الإيطالي في بداية الاستعدادات لخوض منافسات كأس الخليج الثانية والعشرين والتي من المقرر أن تحتضنها المملكة العربية السعودية بالرياض في شهر نوفمبر المقبل، ثم بطولة كأس الأمم الآسيوية في أستراليا مطلع يناير من العام المقبل. إذن الآن المنتخبات الخليجية كلها أصبحت تعد العدة لكأس الخليج وكأس آسيا، ومن ضمنها طبعا المنتخب القطري. أيضا شاهدنا يعني المنتخب السعودي وهو يعني يتجه إلى إسبانيا، والآن بدأت المنتخبات الخليجية تشد رحالها إلى أوروبا. أيضا منتخب عمان يعني بعد أوزبكستان سوف يذهب إلى إيرلندا، وستكون له يعني مواجهة مع المنتخب الإيرلندي. فالمحطة الأوروبية وقفة قبل كأس الخليج وقبل كأس آسيا وقفة مهمة للمنتخبات الخليجية، ويبدو أن يعني السعودية وقطر هم يعني الذين أصحاب المبادرة في التوجه إلى أوروبا لإعداد العدة الملائمة. وأتصور أن بقية المنتخبات الخليجية سوف تقوم بمعسكرات من هذا النوع الكبير خارجيا ومعسكرات أوروبية تحديدا، لأن كافة المنتخبات الخليجية الموجودة يعني في وصلت إلى نهائيات كأس آسيا بما في ذلك العراق إذا ما استثنينا اليمن طبعا، وصلت إلى نهائيات كأس آسيا، وبالتالي كل هذه المنتخبات حريصة على أن تحقق إعداد ملائم ومناسب خلال هذه الفترة. نلاحظ وليد أنه يعني يبدو أن توجه الأجهزة الفنية أن لا تطول فترة الراحة بالنسبة للاعبين، الكل الآن تقريبا في نهاية الموسم، وبالتالي المعسكرات تأتي مع نهاية الموسم، لذلك لا شك أن فترة الراحة بالنسبة للاعبين راح تقل، وبالتالي ممكن حضورهم البدني يكون جيد مع انطلاقة الموسم المقبل. يعني هذه هي رؤية فنية دائما للأجهزة الفنية القائمين على المنتخبات، يجب أن لا تطول الفترة حتى لا يحدث تراخي في أوساط اللاعبين. وتعرف أنت عندما يتوقف اللاعب يعني لفترة عن مزاولة التدريبات يعود بصعوبة إلى استعادة لياقته البدنية الكاملة، وبالتالي نلاحظ مع نهاية الموسم بدأت كل حتى أن الأجهزة الفنية هي في الأصل تنتظر، هي أجهزة فنية مفرغة للمنتخبات يعني ولإدارة التدريبات لهذه المنتخبات، وبالتالي هي تنتظر انتهاء الموسم يعني بفارغ الصبر حتى تستطيع أن تلم شمل لاعبيها حتى المتواجدين في الدوريات الخارجية، فهي على حرم جبر تنتظر هذا التوقيت نهاية الموسم حتى تعد العدة للمنافسات المقبلة. طيب، وفي الأردن لا زال الفيصل يتمسك بالأمل للتتويج بدور المناصير بعد أن تمسك غريمه الوحدات بالصدارة منذ الانطلاقة لتتواصل الإثارة بدور المناصير. الدستور تابعت ما سيكون من الفيصلي في عنوان قالت فيه: الفيصلي يتمسك بالأمل والرمثة يستضيف البقعة، حيث يتمسك الفيصلي بالأمل المتبقي له للمنافسة على لقب بطولة دوري المحترفين بكرة القدم، وذلك حينما يستضيف في السادسة مساء اليوم فريق الشيخ حسين على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، فيما يستضيف بذات التوقيت فريق الرمثة نظيره البقعة على استاد الحسن بإربد. ويسعى الفيصلي لإنجاز المطلوب منه والإبقاء على آماله من خلال الفوز على فريق الشيخ حسين الذي أعلن هبوطه رسميا لمصاف أندية الدرجة الأولى منذ الجولة قبل الماضية، ويدخل الفيصلي المباراة وبجعبته 36 نقطة خلف المتصدر فريق الوحدات، في حين يتبين الشيخ حسين الترتيب العام برصيد 20 نقاط فقط. إذن الفيصلي يبدو أنه سوف يستمر يعني في العمل والمحاولة لأن يخطف لقب بطولة الدوري بالرغم من تصدر الوحدات البطولة منذ انطلاقتها. هو يعني بالنسبة للحق مشروع بالنسبة للأندية الأردنية في المنافسة لا تزال يعني قائمة، والفيصلي والوحدات دائما يعني القطبية والثنائية بينهما في الدوري الأردني للحصول على لقب الدوري. الكرة الأردنية في تطور مستمر، وشاهدنا المنتخب الأردني وهو يعني يتواجد في المنافسات القارية الكبيرة، وأيضا كان يعني على اعتاب ملحق للوصول إلى نهائيات كأس العالم، ودائما تطور المنتخب هو انعكاس طبيعي لتطور الدوري، وعندما يكون الدوري قوي وفيه منافسة جيدة وشديدة ينعكس هذا على أداء المنتخبات بكل تأكيد.
وفي مصر الزمالك يخاطب وزارة الداخلية في محاولة للسماح بحضور جماهيره في مباراة القارية أمام الهلال السوداني. الشروق تابعت ما كان من مطالب إدارة القلعة البيضاء، فعنونت تقول: الزمالك يخاطب الداخلية للسماح لجمهوره لحضور مباراة الهلال، حيث خطب نادي الزمالك وزارة الداخلية في محاولة من للسماح بجماهيره لحضور لقاء الهلال السوداني في البطولة الإفريقية بعد أن خسر لقاءه في الجولة الماضية خارج الديار في محاولة من إدارة النادي لإنقاذ موسم الفريق على المستوى القاري. وليد، يبقى الجمهور دائما وأبدا عامل مهم جدا لنجاح أي فريق. بالتأكيد، يعني الآن الأندية المصرية تعاني في ظل غياب الجماهير، وأيضا كما تعلم يعني أن الجماهير المصرية كما هو حال الجماهير العربية ككل شغوفة بكرة القدم ومحبة لأنديتها، وتعيش أجواء من المتابعة والتحدي والإثارة، وأيضا لها طقوس على المدرجات وفي الملاعب، وبالتالي حتى اللاعبين يعني يكون أداؤهم داخل المربعات الخضراء مختلف يعني كليا أمام جماهيرهم. وعندما يلعبون بدون جمهور يشعرون بأن هناك يعني وكأنهم يعني يحدثون أنفسهم يعني. بالضبط، يكون عامل هام يفتقد في المباراة. بعد تألقه طوال الموسم في الدوري الكرواتي، الاتحاد الكرواتي اختار الجزائري السوداني لاعب الموسم هنالك في كرواتيا. الخبر وجد مكانه في عناوين الصحف الجزائرية. البلاد عنوانا تقول: الاتحاد الكرواتي يختار سوداني كأفضل لاعب، حيث اختار الاتحاد الكرواتي لكرة القدم مهاجم الخضر العربي هلال سوداني كأفضل لاعب في الموسم الكروي 2013-2014 بعد أن قاد نادي دينامو زغرب للتتويج بلقبه التاسع على التوالي، ونجح في تسجيل 13 هدفا في الدوري الكرواتي الممتاز. إذن تكريم الاتحاد الكرواتي للسودان يعكس القيمة الفنية الكبيرة لهذا اللاعب. يعني احنا نشاهد دائما اللاعبين المغاربة يتألقون في الدوريات الأوروبية ويحققون حضور، يعني سواء في الدوريات المعروفة مثل الدوري الفرنسي أو الدوري الألماني أو غيرها من الدوريات التي نتابعها، أو في الدوريات الأخرى التي يعني لا نشاهدها مثل الدوري السويدي والدوري الكرواتي والدوري المجري. فهناك حضور قوي للاعبين المغاربة العرب في هذه الدوريات، ويقدمون شهادة حضور، وأيضا ينطلقون من هذه الدوريات إلى آفاق أوسع. كلام سليم وهو أمر طبيعي. الكاتب أحمد الضامري وضمن عموده الأسبوعي بصحيفة الثورة تناول قضية الخطأ بتأجيل انطلاق كأس الرئيس إلى بداية شهر أغسطس لتنطلق هذه البطولة متزامنة مع انطلاق الدوري الجديد، وطرح تساؤلا قال فيه: هل يتراجع اتحاد الكرة عن قراره؟ تفاصيل أكثر نقرأها من الثورة اليمنية. قال الأردني ماهر إسماعيل مدرب شباب الجيل إن هناك ضرورة بإقامة بطولة كأس الرئيس قبل البدء بالدوري، معتبرا ذلك أقل ما يمكن اعتباره استعدادا لبطولة الدوري. وقال في حديث للزميلة ماتش: هكذا عادة يتم التعامل مع ثاني البطولات، مشيرا على سبيل المثال في الأردن تبدأ منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة الكأس أولا، ومع آخر مباراة من نهاية الموسم الرياضي يلعب الفريقان المتأهلان. مدرب شباب الجيل يرى بأن توقيت بطولة الكأس لا يتناسب وإقامة الدوري، بل التوقيت سيصادف مع بطولة كأس العالم، وهذا التوقيت لا يطيب للكثير. على الجانب الآخر يقف الكابتن علي باشا مدرب 22 مايو السابق مستغربا من توزيع الفرق بصورة ارتجالية، معتبرا قرعة كأس رئيس الجمهورية والتي سحبت نهاية الأسبوع الماضي غير منصفة. وأوضح الباشا: في جميع دول العالم يتم تصنيف الفرق إلى مستويات، وعند بدء عملية إجراء القرعة يتم مراعاة وصول الفرق الكبيرة إلى الأدوار النهائية، بحيث تكون فرص التكافؤ متاحة أمام جميع الفرق، بمعنى أن لا تكون المواجهات الكبيرة بين فرق الدرجة الأولى من البداية. وأشار: لو لاحظنا سنجد بأن أغلب أندية الأولى تتصارع مع بعضها، وهذا يضيف
فرص وصول فرق قوية إلى الأدوار اللاحقة. لم أتدخل في كتابة سطر حول موضوع توقيت مسابقة الكأس، إنما نقلت آراء فنية قرأتها وقالها مدرب عربي شقيق قادم من كرة متطورة وهي الكرة الأردنية، وانتقد فيها توقيت البطولة الذي يتعارض مع توقيت كأس العالم وما يفترض أن تمثله هذه البطولة من إعداد للدوري، ورأي آخر من مدرب وطني انتقد فيها أسلوب إدارة القرعة والذي يفرغ البطولة من الإثارة بوصول فريقين ضعيفين في الأدوار النهائية، وكأن كأس رئيس الجمهورية مجرد بطولة والسلام تضاف إلى الدوري المتواضع. عموما أتمنى أن يتلافى اتحاد الكرة هذا الخطأ بتأجيل انطلاق كأس الرئيس إلى بداية شهر أغسطس، لتنطلق هذه البطولة متزامنة مع انطلاق الدوري الجديد، وليس هناك أي عيب في تدارك خطأ، خاصة وأننا نبحث عن نجاح بطولة تحمل اسم رئيس الجمهورية فنيا وجماهيريا، ويعول عليها رفع المستوى الفني لكرة القدم اليمنية. إذن في اعتراض من بعض الأجهزة الفنية على موعد كأس رئيس الجمهورية بالإضافة إلى نظام القرعة في هذه البطولة. يعني الدوري اليمني أو المسابقات الكروية في اليمن تحتاج إلى ضبط فيما يتعلق بمواعيد انطلاق منافسات الكأس وفيما يتعلق بانطلاق منافسات الدوري، فدائما نشاهد أن الدوري يتأخر أحيانا عن موعده، يعني لا يحسم، يعني ينطلق متأخر عن بقية الدوريات في المنطقة، وهذا يشكل عرقلة فيما يتعلق بالأجندة الخاصة بالمنتخبات والمشاركات الخارجية، وأيضا بالأجندة الخاصة بمسألة الاحتراف يعني التي تفرضه قوانين الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على المنتخب على الاتحادات المحلية. يجب أن مراعاة ضبط مسألة انطلاق الدوري وانطلاق الكأس يكون مواعيدها ثابتة، وأن لا تظل اختيارية من موسم إلى آخر حسب الظروف والأجواء في الداخل اليمني. كمان هناك ملاحظة في مسألة التصنيف، يعني فعلا مسألة مهمة أن يكون هناك تصنيف حتى لا نشعر، يعني دائما تحرم الفرق الضعيفة من يعني من التواجد في مراحل، ونلاحظ أنها تقع يعني دائما فريسة سهلة في البداية، ولا لا يعني ودائما تخدم القرعة الفرق الكبيرة بالوصول للنهائي. طيب إذن هكذا مشاهدينا الكرام نطوي صفحة صحافتنا العربية، فاصل قصير ونبدأ المشوار مع الصحافة العالمية. نستهل جولتنا في الصحافة العالمية من إسبانيا، فلا حديث هنالك إلا عن نهائي لشبونة، فبعد صمت الصحافة الكتالونية عن الحديث عن النهائي بات الباب مفتوحا على مصراعيه للصحافة المدريدية. أتابع تصريحات قديس الكتيبة الملكية إيكر كاسياس، وخرجت بعنوان على لسانه قالت فيه: كاسياس أريد رفع الكأس العاشرة، حيث ذكرت أس بأن حارس عرين المرينجي إيكر كاسياس يبحث عن رفع الكأس الأوروبية العاشرة في أمسية لشبونة في 24 من الشهر الجاري، حين يلاقي ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال في الدربي العاصمي الذي يقام خارج الديار بنكهة أوروبية. وقال كاسياس: انتظرت كثيرا وأنا أترقب التتويج باللقب العاشر، وأضاف: أنا أدنى الحظ كثيرا في السنوات الفائتة، وأعتقد أن الفرصة هذه المرة متاحة للتتويج بالبطولة التي طال انتظارها. إذن كاسياس يتمنى الفوز بالعاشرة ويرى بأن الفرصة متاحة للريال أمام أتلتيكو مدريد. يعني من حق لاعب يعني بحجم كاسياس أن يتطلع إلى حمل الكأس العاشرة بالنسبة لفريقه، ويعني هو نهائي كبير على كافة المستويات مرتقب أغلب المواسم، يعني المنافسات في الدوريات وحسمت وانتهت، ويعني العالم يتابع الآن إلى يعني وتتجه أنظاره إلى هذا النهائي الكبير بين الأتلتيكو والريال. لكن أتلتيكو مدريد تصور أنه ما راح يكون خصم سهل، خاصة بعد العروض الرائعة اللي قدمها في الليغا والمباراة
الأخيرة أمام برشلونة عندما نجح في انتزاع اللقب. نعم، يعني فريق لديه الكثير كثير مما يقدمه، وأثبت أنه ليس لقمة سائغة هذا الموسم للنديين للفريقين الأنداد برشلونة والريال. إذن نهائي كبير منتظر. من جانبها ماركا تابعت محاولات دييغو كوستا للحاق بالنهائي الكبير بعد أن عاودته الإصابة في لقاء برشلونة في ختام بطولة الليغا. ماركا عنوانها تقول: سافر لبلغراد للبحث عن معجزة، كوستا يخاطر. حيث ذكرت ماركا بأن النجم دييغو كوستا قائد هجوم أتلتيكو مدريد يحاول المستحيل للحاق بنهائي دوري الأبطال الأوروبي يوم السبت القادم، بعد أن سافر إلى العاصمة الصربية بلغراد لتلقي علاج تكميلي لتسريع وتيرة التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن. واعتبرت ماركا أن محاولات كوستا للحاق بنهائي مخاطرة من اللاعب الذي تعول عليه إسبانيا كثيرا في المونديال، في حال استطاع التواجد في النهائي قد يتسبب ذلك في تفاقم إصابته وبالتالي الغياب عن المونديال. إذن كوستا يبدو أنه مصر على أن يتواجد في مباراة النهائية. هو حرص طبيعي، يعني نهائي كبير، ويعني يقدم نفسه يعني من خلال هذا الحضور، ولا يريد أن يغيب عنه شرف المشاركة في هذا النهائي الكبير، وبالتالي هو يضغط على يعني على ضغط بدني كبير على ذاته حتى يستطيع أن يشارك. وهنا تقدم رؤية تحليلية أن اللاعب أمام خيارين: إما المشاركة في نهائي دوري الأبطال أو الذهاب إلى المونديال وهو في حالة صحية جيدة، توقع أن يؤثر على حظوظه في المشاركة في المونديال، لكن يبدو أن اللاعب سيشارك في هذا النهائي. كنت أبقى حقيقة يعني مسألة محيرة جدا بالنسبة لكوستا. وفي فرنسا تتابع الصحافة هناك كواليس نهائي لشبونة المرتقب، فرانس فوتبول تابع تصريحات مدرب الريال كارلو أنشيلوتي الساعي لدخول تاريخ النادي الملكي من أوسع أبوابه. فرانس فوتبول على لسانه عنوانه تقول: أنشيلوتي أريد دخول تاريخ الريال. حيث ذكرت فرانس فوتبول بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وفي أول مواسمه مع ريال مدريد يبحث عن إعادة الريال للمجد الأوروبي والتتويج بالبطولة العاشرة بدوري الأبطال بعد أن فاز مع الفريق بكأس الملك الكوبا ديري. وقال أنشيلوتي في حديث لوسائل الإعلام: أريد أن أدخل تاريخ الريال حالي حال مدربين كبار خلدهم تاريخ النادي. وأضاف: أنا أدرك بأن التتويج بدوري الأبطال سيكون علامة فارقة في تاريخي مع الفريق. وختم أنشيلوتي بالقول: أمامي فرصة كبيرة في لشبونة ولن أفرط فيها. إذن أنشيلوتي بعد غياب الريال ل 12 سنة تقريبا عن هذه البطولة يفكر في إعادة الملكي مرة أخرى إلى بطولة مفضلة. حق مشروع بالنسبة للمدرب أنشيلوتي الذي استطاع أن يقود الريال لنهاية دوري الأبطال بعد انتظار طويل. من حقه أن يحلم بأن يتوج هذا الحلم وأن يسجل اسمه في سجلات في السجل الذهبي لنادي ريال مدريد. وسيواجه يعني أيضا مدرب سيميوني الذي يعني كسر كل التوقعات وانتزع اللقب وجدد في شكل الدوري الأسباني هذا الموسم. أنا أستطيع القول بأنهم من أميز المدربين في أوروبا في هذا الموسم أنشيلوتي وسيميوني. نعم، بوصولهم لهذا النهائي الكبير، وأيضا أعادوا الاعتبار للكرة الأسبانية التي كان البعض يتحدث أنها تراجعت بعض الشيء لصالح الكرة الألمانية الموسم السابق، لكنها قبل وعلى أعتاب المونديالات عادت وأكدت حضورها حتى مع حصول إشبيلية على بطولة اليوروبا ليج. بالضبط. إذا الآن مشاهدينا الكرام نصل بكم إلى فقرة الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحيفة كوروبس، والتي اختار فيها فنان الكاريكاتير أيمن الحبسي أن يحط الرحال على خطوط التماس، واختار وجبة دسمة كعادته من خلال التقاطه أو من خلال التقاطه في عدد من محطات مساعدي الحكام أو حكام الراية. عدد من المشاهد الفكاهية طرحها الحبسي من خلال تناوله لرجال الراية الذين اعتبر أنهم محظوظين مقارنة بحكام الساحة الذين دائما ما يكونون محط انتقادات واعتراضات ومضايقات كثيرة. الأمر الذي دفع أحد حكام الساحة للتوجه لمساعده قائلا: ممكن أخذ مكانك وتأخذ مكاني. الأمر الذي لم يجد أي قبول من الحكم المساعد نظرا لمعرفته بخطورة الموقف والدور الذي يلعبه حكم الساحة. إذن مشاهدينا الكرام بهذا الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. في الختام أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي الصحفي الرياضي وليد جحزر، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.